طبعا شكر كبير للقائمين على هيئه العمل الكتاب لاختيار هذا الرائد الكبير تقديمه لانه فعلا رائد ادب الاطفال المعاصر. انا كرمى ساني، انا استاذه ادب انجليزي كليه الاسر جامعه عين شمس، وحاليا مدير المركز القومي للترجمه، لكن انا يعني انضم الى هذه النخبه بصفتي سابقا طفله مصريه. طفله مصريه بعتبر الاستاذ كبير عبد التواب يوسف ابا لي. وبالتاكيد كتاباته اثرت في تكويني. يعني انا قرات كتاب حياه محمد في مرحله مبكره جدا جدا، ولم التفت الى اسم الكاتب الا بعدها بسنوات عندما اصبحت باحثه ومهتمه بادب الاطفال. قرات ابي كان معلما، كان ابي معلما اسفل. قراته بالعربيه وبالانجليزيه ايضا، وهو يحكي فيه تجربه والده الشيخ يوسف. الشيخ يوسف من رموز ثوره 19، الرموز المنسيه، لكن عبد الوهاب يوسف ارخ بسيره هذا الرمز في كتاب بديع لكل افراد الاسره المصريه، وترجمته الابنه لبنى عبد الوهاب يوسف الى ترجمه انجليزيه بديعه تحاكي الاصل. قرات الكثير لعبد الوهاب يوسف، كنت استمع الى حدوته قبل فضيله، يعني في اجيال ما تعرفش حدوته قبل فضيله، لكن قبل موعد اتوبيس المدرسه كان لابد ان استمع الى هذه الحدوته كل يوم، واذا يعني جاء الاتوبيس مبكرا فعلي ان انتظر حتى تنتهي الحدوته. بالتاكيد ولم اكن طبعا كنت مبهوره بقبل فضيله ربنا يديها الصحه، ولم اكن اعرف ان عبد التواب يوسف هو الجندي المجهول او الفارس المجهول المعلوم الان الذي كان وراء يعني هذا العمل البديع لاجيال من الاطفال المصريين الذين شبوا الان واصبحوا رجالا ونساء في مجالات متعدده. فلهذا يعني هذا اللقاء هو لقاء اسري، من منا لم يؤثر عبد التواب يوسف في حياته؟ الكلام كتير عند عبد التواب يوسف، لكن انا ساترك المجال لمن هم اولى مني بالحديث عنه. احنا معنا الاستاذه الدكتوره متان الجمري، استاذتنا استاذه الادب الروسي والمترجمه القديره والمثقفه الكبيره، وعميد سي في طويله، فمعلش يا دكتوره مكان، لكن انا هكتفي انها استاذتنا. ومعنا الدكتوره لبنى عبد التواب يوسف، هي ابنه طبعا كاتبنا الكبير وصديقتي واستاذتي ايضا. والدكتور وليد طلبه مشارك في تجربه جميله في المركز القومي للترجمه، عندما اشتركنا في الاحتفال بالعام التبادل الانساني بين مصر وروسيا، وفكرنا في خوض تجربه ترجمه الطوق والاسوره وخيال الحقل الى اللغه الروسيه. فالدكتور وليد ترجم الطوق والاسوره ليحيى طاهر عبد الله، واستاذتنا الدكتوره ناديه سلطان استاذ الادب الروسي في كليه الالسن جامعه عين شمس تصدت لترجمه خيال الحقل، وهو سيقدم تجربه الدكتوره ناديه في ترجمه الكتاب لانها يعني مريضه وبتبلغ تحياتها لحضراتكم، وطبعا تقديرها الكبير لعبد الوهاب يوسف في رحله ترجمتها للكتاب. كان المفروض يكون معانا الدكتور غراء مهنا، وهي استاذ ادب الفرنسي الكبير بكليه الاداب جامعه القاهره، والدكتوره مها السعيد زميلتنا العزيزه استاذ الشعر الانجليزي ورئيس قسم اللغه الانجليزيه الاسبق في كليه الاداب جامعه القاهره، ستقوم بقراءه ما تريد الدكتوره غراء ان تشاركنا فيه. سنبدا باستاذتنا الدكتوره مكارم الجمري، ولها يعني مساحات مشتركه كبيره مع استاذنا الاستاذ الكاتب الكبير عبد التواب يوسف. تفضلي. شكرا دكتوره كرمى. بدايه اسعد الله الجميع، الحضور الكريم، الزملاء الاعزاء قاعدين في المنصه، بشكركم جميعا على حضوركم، الحضور الكريم. والحقيقه بحيي الهيئه على فكره اختيار الاستاذ عبد التواب يوسف شخصية العام بالنسبة لأدب الأطفال، لأنه بالفعل يعني هو جدير بهذا التكريم، لأنه بلا منازع هو في رأيي رائد أدب الأطفال في مصر وربما على مستوى العالم العربي، لكن الحقيقة يعني المقارنة تصعب لعدم معرفتي الكافية بالكتابات الأخرى على مستوى الوطن العربي. الكاتب الكبير رحمه الله ترك بصمة كبيرة في مجال الكتابة الإبداعية الموجهة للطفل،
فضلا عن كتاباته التربوية للمعنيين بتنشئة الطفل. ولم يقتصر عطاؤه المرتبط بالطفل على الكلمة المكتوبة، بل امتد نشاطه إلى مجال الكتابة المتعددة والإذاعة والمحافل الأدبية والندوات وغيرها. والحقيقة هو نشاط متنوع جدا وغزير جدا. أنا أعتقد أنه هو أيضا بدون يعني أنا لم أدخل في الإحصاءات المختلفة، ربما يكون هو الأكثر غزارة بين اللي كتبوا في أدب الطفل، وأكثر تنوع من أي كاتب آخر. عن تجربته الشخصية في الكتابة الإبداعية للأطفال كتب عبد التواب يوسف: أعرف أن لتجربتي في الكتابة للأطفال خصوصياتها وتفردها وتنوعها، بخاصة وأن لها جناحين، الكتابة عنهم والكتابة لهم. فقد صدر لي عنهم 40 كتابا وتجاوزت عناوين أعمالي لهم المئات، وبرامج الإذاعية لهم بالآلاف. هي نشاط حافل ومثمر وثري على أصعدة كثيرة مختلفة. لم يعتمد فيها عبد التواب يوسف على موهبة الكتابة فحسب، بل وعلى التسلح بقراءات بدأها في سن مبكرة. وقد أشار في سيرته إلى حبه المبكر للقراءة وإلى القراءات المبكرة. أحببت الحكايات سماعة وقراءة في سن مبكرة. مع السنة الأولى الابتدائية بدأت القراءة. كنا نحسن القراءة قبل الالتحاق في المدرسة، وأقبلت على القراءة بشكل طيب. تعرفت على مطبعة العم توفيق، ومنها كنت أقتني صباح السبت من كل أسبوع قصتي، وهي سلسلة ضخمة من الحكايات كان يكتبها مدرس اللغة العربية من أبناء بني سويف، لم تتحقق له إلا شهرة محلية رغم قصصه الكثيرة. لسى إنتاج عبد التواب يوسف روافد عدة، منها التراث الديني، التاريخ، الأدب الشعبي والأدب العالمي المقدم للطفل. وبشكل عام تعكس إبداعات عبد التواب يوسف رؤية واعية بالدور الذي يمكن أن يضطرع به الأدب المقدم للطفل. فقد سعى في قصصه ومسرحياته المقدمة للأطفال إلى تلبية احتياجات نمو الطفل العقلية والمعرفية والوجدانية، وعلى إنماء شخصية الطفل في إطار من المثل والقيم الأخلاقية ومعاني العطاء والصدق والوفاء والعرفان والتسامح وقبول الآخر المختلف وغيرها. فضلا عن مده، مد الطفل أقصد، بطاقات الخيال والإبداع، وهو ما نلمسه في إنتاج الكاتب الكبير الذي يتميز بالغزارة والتنوع والتفرع إلى سلاسل متخصصة تقدم للأطفال بشكل مبسط وفي لغة جميلة سلسة الثقافة الدينية. على سبيل المثال سلسلة حياة محمد خاتم النبيين، أركان الإسلام، قصص الأنبياء، قصص القرآن عن الطير والحيوان، قصص طريفة من الأحاديث الشريفة وغيرها. سأترك هذه النقطة. يمكن عرفت أن الأستاذة الدكتورة لبنى تتولى هي تقديم أعماله. كما قدم للطفل أعمالا تنتمي إلى أدب الرحلة، والتي يعرف الأطفال من خلالها بحياة الشعوب وبالتنوع الثقافي في العالم المحيط بهم. هيا بنا إلى روما، هيا بنا إلى باريس وغيرها، كذا رحلة تبدأ بهيا بنا وكذا عاصمة من العواصم بنزورها معاك. وأيضا كتب تستلهم التراث الشعبي وتعرف به، جحا، قصة جحا المعروفة، عاد الصياغة، علاء الدين، سر المصباح وغيرها. وأيضا السلاسل تستهدف مد الطفل بالثقافة القومية، الجغرافية، التاريخية، البيئية. الحياة تنوع غير عادي في تخيله لموضوعات السلاسل اللي بيقدمها، بحيث انها تبقى بانوراما ثقافية عامة يتعرف الطفل من خلالها على جوانب كثيرة. سلاسل حتى وطنية وقومية، وهو مهتم جدا بفلسطين والموضوع الفلسطيني.
أطفال فلسطين، سلاسل متخصصة تهتم باللغة وتثقيف الطفل باللغة، لغتنا الجميلة، علامات الترقيم، سلسلة الألوان وغيرها. وأيضا لم يغب عن اهتمامهم الطفل المعوق الذي خصص له أيضا سلسلة عن الطفل المعوق، قدم فيها نماذج ناجحة لأطفال لم تقف الإعاقة ضد تفوقهم ونموهم. بالإضافة إلى ذلك قدم كتبا عديدة في مجال التربية الموجهة للكبار القائمين على تنشئة الطفل وتربيته. هي مجموعة كبيرة جدا من الكتب، تنمية ثقافة الطفل، وأيضا بالنسبة للطفل المعوق دليل المربية إلى الكلمات السحرية، ورعاية الطفل المعوق وغيرها. إحنا تنبهنا في الفترة الأخيرة إلى أهمية أن نربي ملكة الإبداع ونبعد عن التنقيب في تعليمنا. هي هذه دعوة كانت سابقة من الأستاذ عبد التواب يوسف في كتابه المهم عصر العلم والمعرفة. في إطار تطرقه لحال التعليم في مصر اتكلم عن أهمية الإبداع في العملية التعليمية والتركيز، معلش أسف هقعد كده عشان أقدر بس أحط الورق، والتركيز على يعني تربية الأطفال على الإبداع وروح الابتكار والبعد عن طريقة التلقين المعروفة في التعليم، واللي الحقيقة استمرت معنا لسنوات طويلة، ونرجو إن إحنا يأتي اليوم الذي نتخلص تماما منها. قدم عبد التواب يوسف الأطفال عددا ضخما من القصص والمسرحيات التي تجمع بين القيمة الأخلاقية والتربوية والمعلومة المفيدة والخيال السري، مستهدفا بذلك عقل ووجدان الطفل، وفي أسلوب يتسم بالسلاسة والعزوبة والتدفق. هناك صفحة مهمة في نشاط الكاتب الكبير الموجه للطفل ألا وهي آراء عبد التواب يوسف عن الترجمة وترجماته للأطفال، والتي كان يهدف من ورائها كما أشار أن يكون جسرا مع أدب الأطفال في شتى بلدان العالم. بالمناسبة الترجمة عن الأطفال أو للأطفال كانت نهج محمود جدا في نشاط الأدباء الروس جميعهم اللي اتجهوا للكتابة للطفل. إلى جانب الكتابات الإبداعية كانوا أيضا يقومون بترجمة عن الأدب العالمي لتقديمها إلى الطفل. في دراسته عن تجربته مع الترجمة واللغات الأجنبية تحدث عبد التواب يوسف عن أهمية الترجمة ووصفها وسيلة تفاهم وتعارف واتصال، وإلى أن اختلاف اللغات في عالمنا يجب أن ننظر عليه على أنه إسراء إنساني مثلما تختلف البيئة والطبيعة والجو. واستشهد في هذا الإطار بالحديث الكريم من عرف لغة قوم أمن شره، وقد أشار في هذه الدراسة إلى حركة الترجمة في عهد الخلفاء الأدباء الراشدين وقد إيه أهمية الترجمة في عند اليونان والرومان وعند مصر الحديثة في عصر محمد علي ودور رفاعة الفخطاوي وغيره. وأيضا أشار إلى جزئية مهمة جدا إلى بعض المشاكل المقترنة بحركة الترجمة والتي نلمسها نحن جميعا العاملين في حقل الترجمة. كان لكتب الأطفال نصيبها من الترجمات، وخاصة مقام أشار إلى دور الرواد، وأشار إلى دور بالذات كامل الكيلاني، يعني طبعا كامل الكيلاني هو معروف قد إيه كان دوره كبير. كان لكتب الأطفال نصيبها من الترجمات، وخاصة مقام به الرائد الكبير كامل الكيلاني. ولكن المسألة تحولت في بعض الأوقات إلى مأساة، إذ بدأ البعض ينقلون ولا يشيرون إلى أصحاب هذه الأعمال، واكتشفت عددا من اللصوص وكان وبالا على حقل أدب الأطفال. الحقيقة أنا شخصيا في دراسات لي عن أدب الأطفال لمست هذه المشكلة، يعني في قصة معروفة قوي قوي اللي هي أنس بلاد العجائب، أكبر توزيع لهذه القصة كان في ترجمة صدرت عن المكتبة الخضراء في دار المعارف، مكتوب بقلم عبد الله الكبير. القصة اللي الناس كلها عارفاها وعارفة انها قصة انجليزية وعارفة اصلها وحكايتها، هو مسميها قصة، وده كتير جدا موجود في ترجمات قصص الاطفال. وقد عقدت لجنة الترجمة بالحديث للاستاذ عبد التواب يوسف من مجلس الاعلى للثقافة اكثر من نجمة حول ترجمة كتب الاطفال، وقدمت توصيات كان يمكن ان تأخذ بيد المشروعات الجادة ولم يتحقق منها شيء. الآية أنا يمكن دي جزئية تفصيلية شخصية، أنا كان أول تعارفي بالأستاذ عبد التواب يوسف كان في ندوة المجلس الأعلى للثقافة، كانت ندوة مشتركة بين لجنة الترجمة ولجنة ثقافة الطفل، وكانت الندوة بعنوان الترجمة
وثقافه الطفل، وكنت منسقه للجنه الترجمه والاستاذ عبد الوهاب يوسف في لاست كلير، وتعرفنا في هذه الندوه، ومن يومها لم ينقطع التواصل بيني وبين الاستاذ عبد الوهاب رحمه الله. في الاعياد دائما كنا نعيد، واحيانا هو يبادر رغم كبر سنه، كان هو يبادر بالتهنئه. وتعرفت بعد ذلك على حرمه المصونه المرحومه الاستاذه ماما لبنى، شخصيه لطيفه جدا ايضا في لجنه الترجمه. نبه عبد الوهاب يوسف الى اهميه ترجمه كتب الاطفال في دراسته مستقبل ترجمه كتب الاطفال، حيث كتب: نحن من انصار ترجمه الاعمال المهمه الصادره للاطفال بسبب نظره من يعرفون اللغات الاجنبيه من القراء، وان كانت مدارس اللغات تقرر بعض الروايات على تلاميذها في لغتها الاصليه وبالذات الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه، كما نهضت دار الشروق بالترجمه من لغات الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك دار نشر باللغات الاجنبيه في الصين. وقد لمس في دراستي هذه مشكلة مهمة من تكرار ترجمة العمل الواحد، أيضا دي من مشاكل الترجمة الكبيرة الحقيقة في مصر وفي البلاد العربية، تكرار ترجمة الترجمة. أحيانا ترجمة بتظهر واللي بيترجم عارف إن في ترجمة سابقة، وأحيانا بتظهر لأنه مش عارف، لأن مفيش بيبليوغرافيا تقول ما هي الترجمات التي تم ترجمتها. فدي أيضا من مشاكل ليس فقط ترجمات الأدب الموجه للأطفال، ولكن الأدب بشكل عام في مصر والبلاد العربية. ما هختصر بقى الايه الجزئيه دي عشان الوقت، لا يكون الوقت اذف ولا حاجه. كتب الاستاذ عبد التواب يوسف في هذا الصدد: ومأساة الترجمه عندنا في مجال الطفل انها قد تتكرر، كما حدث مع الامير الصغير لاكسبوري، اذ نشرت له 6 ترجمات، بجانب ان الاقبال على النقل والسرقه والاقتباس زاد عن حده بالنسبه للروايات البوليسيه الهابطه. أما عن دوره في الترجمة، كتب عبد التواب يوسف مشيرا: بجانب ما أعرفه يقينا أني ترجمت آلاف من الأعمال من الحكايات العالمية، قدمت له كذلك حكايات عبر الإذاعة. أعطاء عبد التواب يوسف الحياة في الترجمة كبير، أذكر منه على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ترجماته لهانس أندرسون، مولد الرسول في عيون هانس أندرسون، مشهد في القسطنطينية، ترجمته ايضا لمسرحيه الحذاء الاحمر المعروفه سلسله فصول وداع مستر شيبس، كتاب الجسور الذي قدم فيه الادباء عالميين كتبوا للاطفال مثل الاخوان جريم في المانيا وكريليو في روسيا والفرنسي المعروف الكاتب الفرنسي شارل بيرو، صاحب القصص الشهيره سندريلا عقله الصباع والجمال النائم وغيرها. بالإضافة إلى سلسلة كتبه الحياتية، السلسلة أعجبتني شخصياً هذه السلسلة لأسباب كثيرة: حكايات الشعوب، تل للنمل، وحكايات أخرى من أندونيسيا، الفراشة الصفراء، وحكايات أخرى من أفريقيا، من يفوز، وحكايات أخرى من السلاف، الطاووس، وحكايات أخرى من أسبانيا، توكينار، وحكايات أخرى من اليابان وغيرها. هذه السلسلة أرى أنها مفيدة جداً جداً، يعني على عدة أصعدة. أشار عبد التواب يوسف نفسه، وسوف أتوقف عن مثال من هذه السلسلة. أشار عبد التواب يوسف نفسه إلى بعض ترجماته في مكتبة الأسرة، ترجمت أعمالا عالمية لمن فازوا بجائزة أندرسون، بداية من إليانور فراغون أول من حصل عليها عام 56، وقدمت منهم 16 كتابا عالميا بارزا ومنفردا، يعني أمثلة بقى كثيرة لهذه الترجمات. كان المشروع التالي للترجمة في مكتبة الأسرة بعنوان بيضة الديك للكتاب الكبار الذين اكتفوا بعمل للأطفال من بينهم جيمس جويس وصامويل بيتلر وطابور إلى آخره. قصة واحدة لكل منهم مع سيرة حياته. كذلك اهتم عبد الدواب يوسف بالكتابة عن من سبقوه، أنا أشرت الجزئية دي قبل كده الحقيقة. ستوقف عند ترجمته لسلسلة من حكايات الشعوب ومقدمته لحكايات كتاب حكايات تل النمل، دي حكايات من أندونيسيا. كتب عبد التواب يوسف موضحا مصدره الذي أخذ عنه هذه القصص: دكتور محمد محمود رضوان من عائلة مرموقة في محافظة، طبعا هي المقدمة كبيرة بس أنا اختصرتها، في محافظة بني سويف، وكان صديقا لأبي وقد عمل معلما في المدارس الأولية، وأثناء ذلك التحق بدار العلوم وتخرج فيها ليسافر في بعثة إلى إنجلترا، وخلال رحلته الوظيفية شغل لسنوات عدة منصب المستشار الثقافي لمصر في إندونيسيا، وقد أهداني عدة كتب هي مصدري في هذه القصص.
خلينا نبدأ قصة من السلسلة اللي هي قصة من حياة الشعوب، من حكايات الشعوب، هي قصة الطاووس الأبيض وحكايات أخرى من أسبانيا، لأوضح من خلالها الطريقة التي يقدم بها الكاتب الكبير هذه القصص. تتألف هذه القصة من 4 أجزاء، في البداية مقدمة، يليها قصتان، قصة أنا أكلت الرغيف وقصة الطاووس الأبيض، يليهما جزء يحمل العنوان رحلة قصيرة إلى أسبانيا. يبدأ الكتاب بمقدمة عن أسبانيا تضمنت تقديم نبذة تاريخية عنها وعن الحضور العربي في أسبانيا وفضل الحضارة العربية في الفترة الأندلسية من تاريخ أسبانيا، حيث أشار: نحن لم نترك لهم فحسب تلك الآثار البديعة الفريدة في أرض الجنوب، بل إننا أودعنا عندهم الحكمة العربية والقيمة الإسلامية بكل ما فيها من روعة وانبهار، فانسابت في تراثهم وأدبهم وظهرت جلية واضحة في تلك الحكايات التي توارثوها. وهي مقدمة، هذه المقدمة ده رأيي تثير لدى من يقرأها من الأطفال الشعور بالفخر بالتاريخ العربي وبالعزة القومية. تلا ذلك تقديم قصة أنا أكلت الرغيف ثم قصة الطاووس الأبيض التي سأعرضها لنتعرف على واحدة من هذه القصص. في هذه القصة احتفظ الأستاذ عبتواب يوسف بالأسماء الأسبانية، كذلك الصور المصاحبة للقصة تتسم بالطابع الأسباني. للأسف نظرا لعدم توفر بيانات المصدر لم أتمكن من الوقوف على المنهج الذي اتبعه الكاتب الكبير عبد التواب يوسف في ترجمة هذه القصة. هل هي ترجمة حرفية أم ترجمة بتصرف لتيسير وصولها إلى الطفل العربي رغم أنه احتفظ بالطابع الأسباني للقصة؟ هناك بعض التفاصيل في القصة، مثلا زي أقبل الصيف وهو في لشبونة في جنوب أسبانيا شديد الحرارة. هل على سبيل المثال تم إدراج هذه الجملة كمعلومة جغرافية من قبل الكاتب المترجم أم أنها موجودة في النص الأصلي؟ لأنه الحقيقة أن ترجمة قصص الأطفال في الأدب العالمي وخاصة يمكن تجربتي مع الأدب الروسي أحيانا كانت بتصرف، أحيانا إعادة تغيير اللون المحلي القومي للقصة إلى اللون المحلي الروسي لتقريبها إلى ودان الطفل الصغير. فأنا هو احتفظ بالأسماء الأجنبية والطبع الأجنبي، لكن ما قدرتش أتحقق من جزئية هل هي ترجمة حرفية أم لا. تحكي القصة عن طاووس أبيض شديد الغرور مختال بذيله، وقد أغضب غرور الملكة التي طلبت قص الذيل الأبيض لإنهاء غروره. وحين علم الطاووس بذلك خاف من أن يفقد ذيله، فذهب إلى الملكة وطلب منها معرفة السبيل إلى إنقاذ ذيله. طبعاً ده مرخص، هي طبعا مكتوبه باسلوب بديع جدا ويعني الحقيقه يعني شيق. قرر الا يرضخ لهذا القرار الطاووس، وفكر في العثور على حل. وخطرت له فكره الذهاب الى الملكه مره ثانيه، فذهب اليها وعرض عليها بان يتسلل من ورائها اثناء الحفل الذي سيقام دون ان يلفت الانظار اليه، ويقف خلف العرش ويهز ذيله كانه مروحه. أنفق الطاووس وقتا طويلا للتدريب على تنفيذ هذه الفكرة ونجح في إتمام مهمته، وقد أنقذه ذلك من عقاب الملكة. القصة إلى جانب كونها تدعو إلى نبذ الغرور، تدعو كذلك إلى أهمية إمعان العقل والتفكير في حل المشكلات وبذل الجهد في سبيل ذلك. القصة مقدمة بأسلوب جميل بديع يتخلله حوار شيق وفي إطار خيال ممتع، فضلاً عن تضمنها لقيماً جميلة مثل أهمية التواضع، نبذ الغرور، إعمال التفكير من أجل حل المشكلة. أما الجزء الأخير من الكتاب الذي يحمل العنوان رحلة قصيرة إلى أسبانيا، فقد خصصه الكاتب عبد التواب يوسف لتقديم بعض المعلومات التي تخص تاريخ أسبانيا وأحوال الطقس بها وعاداتها وجغرافيتها وغيرها من المعلومات المفيدة التي تسري معرفة الطفل بالبلد الأجنبي أسبانيا. كتاب من حكايات الشعوب، حكايات من أسبانيا، الذي يعد واحدا من كتب هذه السلسلة، يقدم القصة المسلية التي تغذي الخيال وتحوي القيمة الإخلاقية، فضلا عن تقديم معلومات ثقافية عن البلد الأجنبي الذي يتحدث عنه من خلال المقدمة والخاتمة، وهي معلومات من شأنها تنمية ثقافة الطفل
وترسيخ معاني التعددية الثقافية ومعاني التسامح وقبول الآخر المختلف. لا شك أن الإخلاص الكبير لعالم الطفل والعمل الدؤوب من أجل إسعاده وتنميته معرفيا ووجدانيا كان وراء الشعبية والانتشار التي حظيت بها أعمال الكاتب الكبير عبد التواب يوسف التي بلغت طبعاتها الملايين وقرأها الأطفال في أرجاء العالم العربي وخارجه. وما زالت كتابات عبد التواب يوسف حتى يومنا هذا تمثل ذخيرة نادرة في الأدب الموجه للطفل وعن الطفل. شكرا لحضرتك. شكرا للاستاذه الدكتوره مكارم الجمري على هذه الشهاده النقديه الرائعه، استحضرت فيها اقتباسات متعدده ومهمه للكاتب عبد التواب يوسف. وان الاداه الاولى له كاتب كبير كانت القراءه، القراءه النقديه الواعيه، كذلك اهتمامه البالغ بثقافه الطفل العربي، اهتمامه بجرس القيم الجماليه والاخلاقيه من خلال الكتابات. ايضا دكتوره مكارم اشارت الى ان عبد التواب يوسف لم يكن كاتبا فحسب، كان كاتبا وكان باحثا وكان مترجما. وانا يعني انا نسيت في بدايه هذه الندوه ان اشير الى عنوانها، والعنوان هو مترجما ومترجما. فدكتوره مكارم يعني الحمد لله انها يعني قامت بتغطيه هذا الجزء الجميل من مشوار كبير لعبد التواب يوسف حرص فيه على نقل الثقافات العالميه لوعي الطفل العربي، وهذا مؤشر طيب. اخيرا عبد التواب يوسف نطلق عليه رائد ادب الاطفال، ولكني قرات له انكار لهذا وعدم اعتنائه بهذه الالقاب، وقال ان رائد ادب الاطفال هو استاذي كامل الهلالي، وهذا يعني وحسبه ان يقول هذا ليصبح فعلا رائد ادب الطفل المعاصر في عالمنا. واشكر حضرتك طبعا ان انت اشرتي لقصه الطاووس اللي كنت شاركتها فده جزء ممتع، وكنت اتمنى ان يكون يعني جزء من هذه الندوه قراءه قصه من اول المختارات، طبعا لان هي مكتوبه بحوار جميل ولكنها جميله حتى بشكلها المرخص. هتجهز الدكتوره لبنى ولا طيب؟ على فكره بعد اذن معلش اتفضل. هو انا نسيت انوه انه كان في كتاباته عن الاطفال كان علمي جدا في الكتابه وبيذكر المصادر بتاعته، يشير الى المصادر اللي رجع ليها، وده قلما يعني كاتب بيكتب يعني قليل اللي بيعمل كده. ولهذا هو باحث وابنائه باحثين ايضا. ننتقل الان الى يعني جزء من الاستاذ عبد التواب يوسف، الاستاذ الدكتوره لبنى عبد التواب يوسف، وطبعا احنا في شوق للاستماع الى مسألة. أنا سعيدة سعادة شديدة وممكن أروح يعني خلاص، يعني الدكتورة مكارم فرحت قلبي وما عنديش كلام أقوله بعد اللي هي قالته. حقيقة يعني الحقيقة عز الله يرحمه الأستاذ عبد التواب، معرفة شخصية الحقيقة وشخصية إنسانية ممتازة والله الحقيقة، يعني معرفة حتى كنا دايما كان اول واحد هناني بجائزه فيصل، يعني وطبعا انا واخدها قبل كده، فالحقيقه هو يعني كان شخصيه انسانيه رائعه الى جانب كونه كاتب عظيم في 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 ادب الاطفال. الحقيقه برضو انا مش عارفه اشكر الدكتور هيثم اسحاق علي ازاي، لانه في فتره انا كنت بديت احس ان مصر نسيت عبد التواب يوسف. فالمعرض ده يعني حسسني انه لا مصر ما نسيتهوش، وانه هو كان راجل كريم 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 وكرمه مازال موجود. يعني لما اي حد بيترجم له حاجه الحاجه اللي بيترجمها بتفيد اللي بيترجمها وبالتالي كرمه بيشع. ف أشكر الدكتورة مكارم شكر لا نهائي، أشكر الدكتورة كارما شكر لا نهائي. النهاردة سألوني هي الدكتورة حضرتك متأكدة إن الدكتورة كارما جاية؟ أنا متأكدة إن الدكتورة كارما جاية. يعني ده يعني ده موضوع ما فيهوش كتير. يعني وبشكر حضرتك وبشكر الدكتورة نادية وبشكر الدكتورة غراء
مع انها مريضه كتبت كلمه يعني هتقراها صديقتي وزميلتي الدكتوره مها سعيد. حقيقي بعد اللي قالته الدكتوره مكارم الغامدي انا حاسه طب هو انا هقول ايه بعد كده؟ هو دكتوره مكارم استاذتنا كلنا في كليه الاداب وزميله ليا في لجنه الترجمه في المجلس الاعلى للثقافه من سنين، ولما بصيت حواليا لما اقترحوا موضوع الندوه لما الدكتور انور مغيث قال عبد التوالي يوسف مترجما ومترجما، بصيت حواليا علشان اشوف طب هو انا لو اخترت حد واحد من اللجنه دي هختار مين؟ ويا ترى اللي هختاره او هختارها هتوافق؟ فلما دكتوره مكارم قالت لي لا ده انا مش موافقه ده انا مرحبه يعني، وبعدين النهارده اللي قالته يدل مش عارفه اقول لكم يدل على ايه، انتوا معايا وسمعتوا فاشكرك شكرا جزيلا. انا قصتي كمان يوم الحد كان في ندوه عملها جمال الشاعر والدكتور حسين البنهاوي وكان عصام اخويا قاعد جنبهم، وقال لهم انا المفروض اتكلم بس انا عايز اسمع الكلام اللي انا ما اعرفوش عن ابويا، وانا حسيت دلوقتي بنفس الكلام انا مش عايز اتكلم انا عايز اسمع. لما قلنا عبد التواب يوسف مترجما ومترجما، انا رحلتي كمترجمه بدت متاخر جدا جدا مع ان والدي يعني الح عليا كتير، لكن انا كنت دايما حاسه ان انا عمري ما هعرف اترجم كويس علشان حصل لي مشكله وانا طفله مرتبطه بهذا الموضوع. واول واحد يصمم ان انا اترجم كان عصام اخويا لما ترجمت له روايه ربع جرام، والحقيقه ترجمه ربع جرام يعني حسستني ان انا كنت مريضه وشفيت، وبالتالي بديت اترجم لوالدي. واول حاجه ترجمتها يعني ترجمت له حاجات صغيره وقصيره، لكن ترجمت كان ابي معلما. والكتاب ده والدي كتبه سنه 76، وكتبه كتب اول مقاله فيه واتنشرت في امريكا في نيويورك، وحاولت الاقي المقاله الترجمه بتاعتها ما عرفتش خالص. وكتبها يعني فصل ورا الثاني ورا الثالث، كل يوم فصل هما سبع فصول فخلصوا في سبع ايام. انا قعدت سنه اترجم في كان المعلمه، وطبعا هو كان بيبص لي ويضحك ويقول لي هو انت بتعملي ايه؟ فصممت لما خلصت الترجمه انه انشرها في كتاب واحد ناحيه بالانجليزي وناحيه بالعربي. وطبعا اخواتي ها زي والدي دمهم خفيف وبيحبوا التريقه، انت ليه عايزه تعملي حاجات عجيبه كده؟ لان انا اختهم الكبيره بصمم وبعمل اللي انا عايزاه. ويوم الصوام بتاعه في جامع عمر مكرم انا قلت لهم انا هاخد نسخ من كان ابي معلما في الصوام. ليه بتعملي حاجات عجيبه كده يا ده ابويا وانا هعمل اللي انا عايزاه، الناس بتاخد مصاحف في الصوان ده ابويا وانا هعمل، الناس هتفتكر انك جايباهم ببلاش، ببلاش هو في حاجه ببلاش؟ رحت رايحه المصريه اللبنانيه واشتريت 300 نسخه وحطيت 150 نسخه عند الرجاله و150 نسخه عند الستات. ال 150 نسخه عند الستات خلصوا على طول وبدوا يطلبوا مني نسخ ثانيه. فروحت عند الرجاله لقيت الترابيزه محطوطه مستخبيه فمحدش خد ولا حاجه. رحت شايله اللي قدرت عليه وخدتهم وانا ماشيه، ايه ده؟ انت بتاخدي ايه؟ ما باخدش حاجه، ده بتاعي. ورحت واخداهم، وبعد شويه جم اخواتي الناس عايزه نسخ من كان ابي معلم. قلت له اللي عندي خلص، واذا كان اللي
عندكم خلص يبقى خلاص الناس لازم تشتري. تاني يوم سناء سريحة في الأهرام كانت قرت الكتاب ليلتها فكتبت قد ايه في تشابه بين الصوان اللي اتعمل في ميدان التحرير والجنازة اللي اتعملت لأبويا لجدي في بني السويف، مع الفارق انه في بني السويف كانت الناس كلها حافية وفي ميدان التحرير كانت الناس كلها شكلها مختلف. المهم ان بالنسبة لي الكتاب ده عرفني على جدي اللي انا عمري ما قابلته لانه اتوفى سنة 50، وعرفني على أستاذ لغة عربية مستنير وخلاق ومحب للأطفال ومحب للكبار وصالحني على اللغة العربية. أنا تربيت في مدرسة اهتمت باللغة الإنجليزية أكتر من اللغة العربية، وكان كمية الحفظ اللي بنحفظه خلانا نكره مش اللغة العربية، نكره عيشتنا. وبالتالي الكتاب ده حسسني انه لا، ده ممكن استاذ اللغة العربية يغني مع الولاد في الفصل ويغني ايه؟ طلعت يا محلى نهرها شمس الشموسة، ويغني معاهم لما سعد زغلول يتنفي، يغني معاهم زغلول يا بلع زغلول. ايوه بالظبط، زغلول يا بلع بالظبط. و النتيجة انه يعني حسسني ان مدرس اللغة العربية ده حافظ القرآن لكن ما بيقولش الغنى حرام، بيدرس لغة عربية لكن بيفهم الطالب يعني ايه جغرافيا ويعني ايه تاريخ ويعني ايه ثورة 19 ويعني ايه المصريين يشاركوا في الثورة. فترجمت كتاب صالحتني على اللغة العربية وحسستني بأهميتها، وأخذوا طلاب الجامعة الأمريكية اللي بيتكلموا عربي كده وقروا العربي وقروا الترجمة بالإنجليزي ومثلوا الكتاب على مدار 3 سنين، وكل سنة بيمثلوه بطريقة مختلفة علشان تناسب يعني خبرتهم وقراراتهم واختياراتهم. تقدمت له حاجات تانية كتير صغيرة، بس من أكتر الحاجات اللي حبيتها قصة التروما، لأنها قصة حصلت قدامي وأنا طفلة عندي 12 سنة. كان عمه بيجي من البلد، عمه فقد رجل من رجلينه في حرب 56، وبالتالي كان بيجي يقلع رجله. كانت بالنسبة لنا كأطفال حاجة مضحكة جدا، وهو كان بياخدها بطرافة، وكنا بنحبه، كان دمه خفيف، كان بيحكي لنا حكايات. فقلنا له يا عم عبد العظيم خليك معانا كام يوم، فقال ما اقدرش. ليه ما تقدرش؟ قال عشان الترومبة، لما بسيب البلد محدش بيستخدمها فارجع ألاقيها بايظة. ليه بايظة؟ ليه؟ لأنه الحاجة بتصدي من عدم الاستخدام. فتاني يوم الصبح والدي على الفطار فتح أبلة فضيلة وسمعنا كلنا قصة الترومبة، وعم عبد العظيم ما كانش مصدق نفسه. انت وصلتها لهم ازاي؟ هو انت بتاخد فلوس على الحاجات دي؟ طب بتاخد كام؟ والغرض من القصة ان يقول انه القلب لازم يبقى سليم. لما تحرم حد من مية الترومبة هتتحرم انت منها انت كمان. لما جم لونجمان يطلبوا مني قصة لسنة تانية ابتدائي، اديتهم قصة الترومبة اللي انا ترجمتها بالانجليزي. يعني كتب الانجليزي بتوع الكتاب الانجليزي بتاع الوزارة بيقرا قصة الترومبة بالانجليزي. يا جماعة عايزين نقرا قصة الترومبة بالعربي. هم قالوا لي عايزين نطبع قصة الترومبة. قلت لهم انا عندي شرط، والشرط ده انه لازم اللي يرسم القصة يبقى حد مصري. وروني عشان يوروني قد ايه كتبهم جميلة ومروعة
الشخصيات. الجينجر بريد مان، ايه ده مين ده؟ مين ده بالنسبة للطفل المصري بتاع سنة تانية ابتدائي؟ أنا عايزة عم عبد العظيم يرسموا حد مصري، مش طالبة كتير. قالوا لي عندك حد مصري يرسمه؟ أنا مش للأسف ما كانش عندي نسخة في البيت عشان أوريكوا جمال الترومبة اللي مبتسمة، جمال عم عبد العظيم وهو في الغيط. النتيجة إنه اترسم، رسمته هدى المرشدي، والرسم على رأي دكتورة كارما مكارم الغنبي ودكتورة كارما، الرسم بديع. افتحوا كتاب تانية ابتدائي هتلاقوه في كل بيوتنا، هتشوفوا رسم صور الترومبة شكله ايه. انا بودي ان قصص عتواب يوسف زي ما عباس التونسي اراها في قطر مع طلابه يقراها اطفال مصر. طيب انا بقول لكم كل ده علشان برضو اقول لكم ان انا ترجمت خيال الحقل. لما دكتورة كارما بدأت تعمل الجهد ده وتترجم كتاب أطفال عندها في المركز، أنا قررت إن أنا أترجم كتاب خيال الحقل. كتاب خيال الحقل ده أروح أطفالنا وهم في ستة ابتدائي في السبعينات، وزي ما أنتم شايفين اترسم رسم جميل جدا، رسمه فناننا البرجيني. طبعا الرسم ده كان حلو في السبعينات، لكن لما عوزنا نرسمه دلوقتي رسمته هدى المرشدي برضو، ورسمت خيال الحقل حاجة يعني رائعة بشكل غير طبيعي. أنا للأسف كان معايا PowerPoint presentation معرفتش أوريها لكم، لكن إن شاء الله الكتاب ده يبقى في إيدنا قريب. طيب لما ترجمت الكتاب ده، الترجمة كانتش سهلة خالص، لا أدعي إن الترجمة سهلة خالص. وهو والدي زي ما الدكتورة مكارم، أنا مش هكرر اللي هي قالته، بس هو مثلا عنده سلسلة اسمها سلسلة الروائع، 48 عمل، مش بس مترجمين متلخصين عشان يعرض للطفل المصري والعربي القصص الأجنبية اللي الطفل مش هيقدر يقراها لكن لازم يبقى على دراية بها. فترجمت كتاب خيال الحقل واديته للدكتورة كرمة وللدكتورة مها السعيد وللدكتورة أمية خليفة وحديه للدكتورة أمان علشان يقروه ويساعدوني لو أنا محتاجة أغير أي حاجة في الترجمة، أطورها بشكل معين، أخلي أسلوبها أسهل، أخلي أسلوبها يناسب السن الصغير أكتر، أخلي أسلوبها متوافق أكتر مع اللي كتبه عبد التواب يوسف. ما يدرنيش خالص إن حد منهم يقول لي تعليق يخليني أحسن الترجمة. كل ده في مصلحتي، في مصلحة الترجمة، في مصلحة عبد التواب يوسف، في مصلحة الكتاب على رأي دكتورة مكارم. الحاجة الأخيرة اللي هعرضها عليكم، كتاب كان أبي معلما، شوفوا الصدفة بقى، كتاب كان أبي معلما برضو لندن كلموني وطلبوا مني إنهم يستخدموه في كتاب الثانوية العامة بتاع أطفالنا. والفصل الثاني من كتاب الثانوية العامة بيقول للأطفال أو لشبابنا مين عبد التواب يوسف، وزي ما انتم شايفين الغلاف بتاع كان أبي معلما موجود في الكتاب. ففي كتب الإنجليزي عبد التواب يوسف موجود، في كتب العربي عبد التواب يوسف مش موجود. الحاجة الأخيرة اللي هوريها لكم كتاب الرواد. كتاب الرواد ده بيتبع عندنا في كلية الآداب في مركز اللغات والترجمة،
اتطبع بالعربي ابحاث بالعربي وابحاث بالانجليزي. ودكتور جابر نصار ربنا يصبحه بكل خير هو اللي اختار عنوان الكتاب في حب عبد التواب يوسف. والكتاب ده غالي عليا لانه والدي كان بيقول انا عملت كتاب عن والدي، يا رب حد فيكم يقدر يعمل كتاب عن والده هو كمان. فكتاب في حب عبد التواب يوسف انا كان املي ان انا انشر فيه الكلمه اللي قالها لما كسب جائزه الملك فيصل. لما كسب جائزه الملك فيصل صحي الساعه 4 الصبح زي عادته، كتب الكلمه اللي هيقولها في السعوديه علشان يشكرهم على الجائزه ويتقبلها. فانا كان نفسي قوي انشر الكلمه دي لانه شكرا جزيلا لانه اراها لي بعد ما كتبها بدقائق وشرحت قلبي وحسيت الله يا بابا ده انت بتكتب كلام جميل قوي. فكان نفسي الاقيها ولقيتها بالعربي ولقيتها بترجمة إنجليزية غير مفهومة على الإطلاق، فقلت هترجمها. فتعطلت في أول جملة، فيا ترى هكلم مين؟ هكلم أبويا التاني وأستاذي والمشرف على الدكتوراه بتاعتي والمترجم المصري اللي مفيش حد ما يعرفوش الأستاذ الدكتور محمد عناني. فقالت له الجملة، فقال لي منين الجملة دي؟ قلت له ده كلمة أبويا علشان يقولها في اللي قالها في الملك فيصل. قال لي أنا عايزها على مكتبي بكرة الصبح. قلت له طب عناني؟ قال لي أيوة أنا اللي هترجمها. وترجمتها ونشرتها، نشرتها بالعربي في الناحية العربي ونشرتها بالانجليزي في الناحيه الانجليزي. ونشرت ببيوغرافيا كامله للكتب اللي عندي اللي سابها لنا ابويا في مكتبته اللي هم 1115 كتاب، واتنشروا في الفوليوم ده في 58 صفحه. وطبعا انا رايي ان الجزء ده مهم لاي باحث عايز يعرف الكاتب ده ساب ايه لاطفالنا ولاطفال الوطن العربي وللانسانيه. اخر حاجه بقى جت في الوقت المناسب قبل ما اقول باي باي. دكتور هيثم الحاج علي لما قرر انه عايز اسم عبد التواب يوسف يبقى الاسم المكرم للاطفال، سأل هل عبد التواب يوسف عنده حاجة ما اتنشرتش؟ فقلنا له قصة حياته اللي هو كتبها بنفسه، السيرة الذاتية. فقال أنا هشرحها لكم. الكلام ده من أسبوعين. فالكتاب ده اتنشر في أسبوعين. اتجمع واتعمل له غلاف، واللي عمل الغلاف عصام أخويا. الكتاب اهو في ايدنا. يعني حاجه فعلا تفرح ونشكره عليها لان احنا يومها قلنا له بس ده كتاب طويل. قال انا هعمل اي حاجه يعني جديده علشان تنزل المعرض لاول مره. بشكركم جدا جدا، بشكر اصدقائي وحبايبي اللي يعني اثلجوا قلبي، وبشكر هيثم الحاج علي. لبنى عبد التواب يوسف، يعني الابنه الوفيه التي تبنت اباها. في جزئيه لم تذكر بوالديها طبعا 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 وهو فخور بها ايضا.
يتبقى جزء لم تذكره الدكتوره لبنى هو الجهد الذي بذلته للحفاظ على مكتبه عبد التواب يوسف. ومعروف ان مكتبه عبد التواب يوسف هي ربما تكون اهم مكتبه لاديب في مجال ادب الاطفال، يعني كل ما كتب عن الطفل سواء عمل ابداعي او نقدي في هذه المكتبه التي يعني دكتوره لبنى في ندوه اخرى، يعني ربما ندوه اخرى نتحدث فيها عن السيره الذاتيه وعن سيرة دكتورة لبنى في الحفاظ على هذه المكتبة والتراث القيم. الآن مع الدكتور وليد طربل يحدثنا عن تجربة ترجمة كالحقل إلى الروسية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بشكر أستاذتي الأستاذة دكتورة كرمة سامي لأنها سمحت لي أن أنا أكون متواجد النهاردة للحديث عن الكاتب الكبير عبد التواب يوسف. أشعر بالسعادة البالغة لحضوري على منصة واحدة مع أستاذتي الفاضلة الأستاذة الدكتورة مكارم الغابري أستاذ الأدب الروسي مقرن بكلية الألسن جامعة عين شمس، وأستاذتي وصاحبة العديد من الأعمال في مجال الأدب الروسي وخاصة في مجال أدب الطفل، وهي الأقدر للحديث عن شخصية كبيرة مثل شخصية الكاتب الكبير عبد التواب يوسف. أشكر للجنة المنظمة أيضا حضوري بجانب الأستاذة الكبيرة لبنى عبد التواب يوسف اللي أبدعتنا الحديث عن الكاتب الكبير عبد التواب يوسف، واسمحوا لي ان انا احضر النهارده واتحدث عن خيال الحقل بالنيابه عن استاذتي الاستاذه الدكتوره ناديه الامام سلطان صاحبه الترجمه من اللغه العربيه الى اللغه الروسيه لهذه القصه الرائعه. قبل ما اتحدث عن الكاتب الكبير عبد التواب يوسف وتحديدا قصه خيال الحقل، اسمحوا لي ان انا انقل تجربتي الشخصيه، لان انا حرصت ان انا اقرا قصه خيال الحقل كامله من قبل ان انا احضر هنا طبعا واتكلم عليها. تولدني شعور بالغيرة الشديدة والحسد تجاه هؤلاء الأشخاص اللي يعني كان حظهم حسن إن هما درسوا قصة خيال الحقل، قصة ثرية مكتوبة باللغة رائعة. أنا حقيقة استمتعت بيها. اسمحوا لي طبعا إن أنا أقول كلمة صغيرة في البداية قبل الحديث عن قصة خيال الحقل. ليس غريبا ان تقرر اللجنه الثقافيه لمعرض الكتاب هذا العام للمره الاولى في تاريخ معرض القاهره الدولي للكتاب اختيار شخصيه خاصه لهذا المعرض، الا وهي شخصيه الكاتب الكبير عبد التواب يوسف. وياتي اختيار الكاتب عبد التواب يوسف كشخصيه المعرض لهذا العام لما له من اسهامات كبيره في عالم الادب لا سيما ادب الطفل، حيث بلغت مجموع اعماله ما يقرب من 1266 وصدر في أشكال مختلفة وتمثل الكتب النصيب الأكبر من هذا الإبداع، حيث بلغ عددها 951 كتاب منهم 595 كتاب للأطفال تم طباعتهم في مصر و125 كتاب للأطفال تم طباعتها في البلاد العربية و40 كتاب للكبار، بالإضافة إلى كتابين عن حياة محمد في 20 قصة طبع منها 10 ملايين نسخة حتى الآن. وعبد التواب يوسف أحد أبرز رواد أدب الأطفال والمؤلفين لدول إنتاج الأدب القياسي في الوطن العربي في القرنين العشرين والحادي والعشرين، وكان أول من أقام أول مؤتمر لثقافة الطفل عام 1970 وأنشأ جمعية ثقافة الأطفال، كما أنه أول من قدم عملا إذاعيا للأطفال وتخصص في هذا المضمار. بدأ عبد التواب يوسف بالكتابة الدينية للأطفال فأنتج سلسلة خاصة حول العقيدة ثم القرآن الكريم، وبعدها قدم سلسلة بعنوان المكتبة القرآنية للأطفال، ثم قدم قصصا عن الأحاديث النبوية، وبعد ذلك قام بالكتابة عن العبادات. أما السيرة النبوية فأنتج فيها ما يقرب من 25 كتاب، وأدب بعد ذلك سيرة الصحابة والتابعين والأنبياء والأخلاقيات الدينية. وحاول عبد التواب يوسف عبر كتاباته استخدام أسلوب عصري قريب من الأطفال حتى يهتموا بالمعلومات المقدمة. لم تأتي ريادة عبد التواب يوسف من فراغ، فلم يكن مجرد كاتبا للأطفال بل أنه اهتم بمجال أدب الطفل ككل سواء على مستوى الكتابة أو الثقافة. كتب عبد التواب يوسف ايضا اعمال روائيه للاطفال كان ابرزها قصه خيال الحقل التي طبع منها 3 ملايين نسخه. كان عبد التواب يوسف يرى ان الكاتب الذي يكتب للاطفال يجب ان يتمتع بخصوصيه شديده الحساسيه،
ولعل من أبرز مقولاته في هذا الصدد: كاتب الأطفال مخلوق له خصوصيته، خصوصيته الناشئة عن أنه يتقمص شخصية الصغير حين يخاطبه ويحاول أن يتبسط ويرجع إلى النبع يستقي منه مادته وموضوعاته، وهو خلال ذلك يفتش عن كلمات داخلة في قاموس الطفل واضعا نصب عينيه ميوله ورغباته واحتياجاته ودوافعه، راجيا أن يكون ممتعا. وهذه هي طفولتي. يروى عن أنه في طفولته كان يستأجر الروايات والكتب ليقرأها ثم يعيد حكايتها على أصدقائه من الأطفال، فقد عاش طفولته في قرى مصر وعبر عن ذلك في قصصه وأعماله الإبداعية. ومن أبرز أعمال الكاتب الكبير عبد التواب يوسف كتاب خيال الحقل أو الناطور. هذا الكتاب الذي نشأت أجيال على حبه، حيث أنه كان مقررا دراسيا على تلاميذ الصف السادس الابتدائي حتى نهاية النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، ولكن القصة بما فيها من أفكار وتشويق وخيال تصلح لكافة الأعمار، حيث اتسمت القصة بعذوبة الأسلوب ورصانته ودقة المعلومات فيه. يقول الراحل عبد التواب يوسف عن قصته خيال الحقل: تعرفت إلى خيال الحقل وأنا طفل صغير في حقل قريتي شمرة ومركز الفاشن، وصحبته خلال رحلة طويلة في مدارس بني سويف ثم جامعة القاهرة، وظل صديقي ورفيق عمري، أذكره دائما كلما ذكرت البلد والأرض السمراء والزروع الخضر والسواعد الفتية تفرش وطني بالخير والنور. كان يدور بيني وبين صديقي حوار طويل، وقد تحدث إلي كثيرا وأنا صغير بلغة فصيحة بسيطة، وروى لي حكايات طويلة، وكبر معي وأصبح أكثر فصاحة وقدرة على التعبير، واستطاع أن يملي علي سطور هذه الرواية ذات صيف. من خلال أحداث قصة خيال الحقل استطاع الكاتب أن ينسج خيوط حقبة تاريخية في مصر بعد ثورة 1952، ولكنه استطاع بمهارة فنية كبيرة أن يمزج بين الأسلوب الرشيق البسيط الجذاب لعقل الطفل وبين المبادئ والقيم الاجتماعية التي يغرسها في نفوس الأطفال، بالإضافة إلى امتزاج الأحداث التاريخية التي مرت على مصر في تلك الحقبة، لتظل شخصية خيال الحقل شاهداً ليس فقط على الأحداث التي تدور في حقل عبد السلام، بل شاهداً على إحدى الصفحات من تاريخ مصر المعاصر. وإذا كان الإبداع هو عنوان قصة خيال الحقل للكاتب الكبير عبد التواب يوسف، فكان لزاما أن يكون المترجم أيضا فنانا مبدعا، استطيع أن ينقل بقلمه تلك الصورة الرائعة التي رسمها الكاتب. وبالفعل التقى إبداع عبد التواب يوسف مع إبداع مترجمة وأديبة كبيرة، أنا وهي الأستاذة الدكتورة نادية إمام سلطان، أستاذة الأدب الروسي بكلية الألسن جامعة عين شمس. فلا عجب أن يتم اختيار الدكتورة نادية إمام سلطان لترجمة قصة خيال الحقل، فسيرتها الذاتية غنية ليس فقط بقائمة طويلة من الأبحاث والكتب المتخصصة في مجال الأدب، بل أيضا في مجال الترجمة لأعلام الأدب الروسي أمثال أنطون بافلوفيتش تشيخوف وليف نيكولايفيتش تولستوي، ومنها على سبيل المثال الحصر مسرحيات أنطون تشيخوف ذات الفصل الواحد وقصص وحكايات للبنين والبنات، بالإضافة إلى قصص وحكايات من زمن فات وترجمة مسرحية حكايات أرباط القديم للكاتب أليكسي أربوزوف. ومن خلال تجربتها الطويلة في مجال البحث العلمي والترجمة، خاصة وأنها أصدرت بحثا متخصصا بعنوان تولستوي وأدب الأطفال، ترى الدكتورة نادية إمام سلطان أن أعمال الكاتب الكبير عبد التواب يوسف لا تقل في قيمتها الإبداعية والتربوية بل والمهارة الفنية عن أعمال الكتاب الروس الذين أبدعوا في الكتابة للطفل، وعلى رأسهم ليف نيكولايفيتش تولستوي. فراحت تنسك ريشة بريشة مترجم مبدع رواية خيال الحق للطفل والقارئ الروسي، وكأنها ترسم على صفحة بيضاء لثلوج سيبيريا صورة لربيع مصر الدافئ الرائع، حيث أطلق الربيع عصافيرا من الأقفاص صورة بديعة الألوان زاهية الريش تملأ الدنيا بالموسيقى العذبة تغني وتطير حرة مع الحمام الأبيض، صورة تأخذ القارئ الروسي
من مشهد المعاطف الروسية الثقيلة التي يرتديها المواطن الروسي وقت الشتاء وتساقط الثلوج إلى صورة الجلباب الريفي الأصيل المميز للفلاح المصري البسيط. وتبدأ الأستاذة الدكتورة نادية أمين سلطان ترجمتها بمقدمة باللغة الروسية عن السيرة الذاتية والإبداعية للكاتب عبد التواب يوسف، بالإضافة إلى تقديم لقصة خيال الحقل وأحداثها التي تدور في 7 فصول. فقد اختار الراحل العبقري صديقه خيال الحقل لرواية قصة بديعة من مجموعة من الصبية لا تتجاوز أعمارهم 12، حيث تحملوا مسؤولية زراعة الأفدنة 5 التي يمتلكها العم عبد السلام والد صديقهم صابر البالغ من العمر 11 عاما وسلمى البالغة من العمر 9 سنوات. بعد أن رحل الأب إلى جبهة القتال عقب النكسة بالمشاركة في تحرير الأرض، وقف خيال الحقل على رأس الأفدنة 5 التي باتت ملكا للعم عبد السلام عقب إصدار قوانين الإصلاح الزراعي، شاهدا على حقبة تاريخية مرت بها مصر وراويا لجانب من الظلم الذي وقع على الفلاح المصري من أصحاب البزات الإنجليز والبشوات والبكوات قبل أن تنصفه ثورة يوليو، ليتحمل الفلاحون نصيبهم في المعارك التي جرت على بطرد الإنجليز والقضاء على تساقط الإقطاع وتأميم القناة لبناء السد العالي. أحاول أختصر، طبعا كان هناك يعني تفصيل كبير لأجزاء القصة، إلا أني هنتقل لبعض المشكلات التي واجهت الدكتورة نادية أثناء الترجمة. استطاعت الدكتورة نادية ببراعة كبيرة تغلب العديد من الصعوبات التي واجهتها، وعلى رأسها الخصوصية الثقافية التي تحملها الكثير من المعاني والعبارات داخل النص الأصلي، ولهذا اثرت المترجمة إضافة بعض الهوامش والحواشي لتفسير المفاهيم ذات الخصوصية الثقافية وكذلك الشخصيات والأحداث التاريخية والتي قد لا يكون القارئ الروسي ملما بها وبمضمونها. فنجد على سبيل المثال أنها تشرح حادثة تونشواي وظهرة ذقن الباشا وأرض الإصلاح الزراعي والنشرة الزراعية ولعبة السيجة، حتى أنها ببراعة شديدة استطاعت نقل بعض المعاني عندما كان الأطفال يحيون بعضهم أو يحيون الغرباء ويقولون أهلا يا عرب، وكمان نقل بعض المعاني مثل كراسة الإنتاج والمشرف الزراعي وقصة الديب السهلاوي وصلاة الاستسقاء، وبعد سقوط المطر عندما كان يحتفل الأطفال ويغنون يا مطر روخي روخي، أو حتى غناؤهم أغنية سيد درويش طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة. وفي النهاية يمكن القول أن قصة خيال الحقل للراحل العظيم الأديب عبد التواب يوسف تصنف ضمن أدب الأطفال، ولكنها تصلح لجميع الأعمار. فخيال الحقل هذا ليس خيالا، بل هو إنسان تجلت فيه أجمل صفات النفس الإنسانية: الحب، الإخلاص، الصدق، التفاني، الفداء، والتضحية وحب الوطن. شكرا لكم. شكرا دكتور على هذا العرض الشيق. يعني احنا مشتاقين نقرا الترجمه بالروسيه، ولكن يعني تجد دروس خاصه في اللغه الروسيه، وان شاء الله لنا لقاءات بعد صدور الترجمه باذن الله ونتحدث فيها عن تجربه الترجمه بشكل تفصيلي. والان الى مسك الختام زميلتنا العزيزه دكتوره مها تقرأ لنا ما أرسلته الأستاذة الدكتورة جراء مهنا احتفالا بالكاتب عبد التواب يوسف. مساء الخير جميعا. أنا مش عارفة أقول قد إيه أنا متشرفة بوجودي مع حضراتكم، يعني ألف سلامة على الدكتورة جراء. يعني كوني أنا أقرأ كلمة الدكتورة جراء ده شرف، وكوني أكون قاعدة جنب حضراتكم ده برضه شرف كبير جدا يعني. أنا هبدأ بالألماني وهقرأ دعوة إلى ترجمة أعمال عبد التواب يوسف. لماذا؟ جراء مهنا. الترجمة ليست مجرد نقل من لغة إلى أخرى، وإنما هي نقل الثقافة لثقافة الأخرى وعادات وتقاليد وحضارات زي ما حضرتك بتشير حالا.
والترجمة للطفل من أصعب الترجمات لأنها يجب أن تكون وفقا لمعايير تحدد ما يتم اختياره وتقديمه للطفل. ولقد قمت بأكثر من بحث طبعا دكتورة غراء لقد قمت بأكثر من بحث حول الترجمة للطفل العربي، ما لها وما عليها، وذكرت الكثير من الأعمال التي لا تصلح إطلاقا للطفل، كما قمت بإعداد هذه المعايير لمؤسسة أنا ليندا اليورو متوسطية ولإحدى دور النشر، وفي مشروع بحثي مع جامعة الأميرة نور بالرياض. والسؤال الذي أطرحه في هذه المداخلة، لماذا أدعو إلى ترجمة أعمال عبد التواب يوسف للطفل الغربي؟ عبد التواب يوسف رجل أحب الأطفال وكتب لهم بحب وبمعرفة ووعي باحتياجاتهم، وترك لنا عددا كبيرا من الكتب يناهز 1000 كتاب، وليست هذه هي أسباب الدعوة لترجمة أعمال، وإنما نلخصها في ميل. أولا، ثقافة الطفل. اهتم عبد التواب يوسف بالطفل وقدم له القصص والحكايات، ولكن اهتم أيضا بثقافته، فنقرأ في كتابه عن أدب الطفل ما يلي: موضوعي العمري ثقافة الطفل. ويضيف قائلا: بات من الضروري أن نمسك بأيدينا زمام ثقافة أبنائنا، فإننا إذا كنا اليوم نملك مصائرهم فلسوف يملكونهم غدا. كتب عن ثقافة الطفل القرية بين الواقع والمستقبل، ولم يكتفي بكتابة القصة والحكاية، ولكنه كتب عن غرس عادة القراءة عند الأطفال ونحو استراتيجية ثقافية وإعلامية للطفل المصري والإذاعة ثقافيا. والثقافة والإعلام نوادي الأطفال وثقافة ما قبل المدرسة في كتابه كتابه فصول عن ثقافة الطفل. كتب أيضا عن الطفل العامل وتنميته الثقافية، والطفل بين البيت والمدرسة، وتعليم الآباء علم جديد وهو على دراية باحتياجات الطفل. ثانيا، الوعي بميول الطفل واهتماماته واحتياجاته. ويؤكد عبد التواب يوسف أن قصة خبز الطفولة، والحكاية كوب اللبن، والقصيدة فاكهة وخضار، والعلم والحكايات والعلم لحم وبروتين، والقيم فيتامينات. كتب عبقري يحتاج إليها الطفل كما يحتاج للطعام لينمو ويبني عقله كما يبني جسمه. يعرف عبد التواب يوسف أن الطفل يحتاج إلى الخيال والرحب والتصور، ويحتاج إلى معرفة بلده وتاريخه ودينه، فكتب في كل هذه الموضوعات. كتب عن مسرح الطفل والأدب الشعبي والطفل، وكتب عن البيئة والشخصية المصرية في كتب الأطفال، وكتب عن الأدب العالمي والطفل المصري، وكتب عن علاقة الطفل بالفنون التشكيلية والموسيقى والغناء، وكتب عن الثقافة الرياضية. لم يترك مجالا على علاقة بالطفل لم يتناول. حذر من الغزو الثقافي من خلال الأدب العالمي، وسنتوقف قليلا عند هذا الموضوع وهذا المعيار الثالث. ثالثا، الترجمة. يتساءل عبد التواب يوسف عن كتابه عن أدب الطفل، كيف نتفادى الغزو الثقافي وفي نفس الوقت نفتح نوافذ لأطفالنا يطلون منها على الأدب العالمي؟ إن قيمنا تقف صامدة أمام الغزو الثقافي، ولكن هناك شخصيات سلبية مثل سوبرمان، توم وجيري وترزان. ويتحدث عبد التواب يوسف عن الترجمة، ويذكر مثلا على سوء اختيار الأعمال التي تترجم للطفل وما بها من سلبيات. قصة بعنوان هنا حيث توجد الأشياء المتوحشة،
الذي نشر عام 1960 للكاتب موريس سانداك، وهي قصة مليئة بالعنف وبطلها نموذج سيء للأطفال. وترجم عبد التواب يوسف بعض الأعمال للطفل، نذكر منها مسرحية الحذاء الأحمر تأليف أندرسون 1962. رابعا، تناول موضوعات جديدة غير مألوفة. في سلسلة جديدة تحمل عنوان المدرسة الضاحكة، كتب عبد الدواب يوسف عن مواضيع موجهة للكبار والصغار، وقد تزعج الكبار ولا ترضيهم، ولكنني أعتقد أنه وضع نفسه مكان الطفل واقترب من مشاعره وأحاسيسه. ونذكر مثلا قصة تسقط الذاكرة، التي تقدم طريقة مبتكرة لحفظ الدرس والحصول على المعلومات بشكل مثير يبعد الملل عن الطلاب. وفي استقالة تلميذة، يقدم عبد التواب يوسف اقتراحا للتربويون من أجل معالجة مشكلات التدريس والمقررات والعلاقة بين الطلاب والأساتذة. وفي لا للضرب، يتحدث عن أنواع العقوبات المادية والمعنوية الصحيحة والمغلوطة التي يتلقاها الطلاب في قصة طريفة. هذه سلسلة تربوية وثقافية وإن كانت تبدو مزعجة للتربويين. خامسا وأخيرا، عبد التواب يوسف المنتمي، نقرأ في تجربتي في الكتابة ما يقوله عبد التواب يوسف لماذا يكتب للأطفال. إنه يشعر أن عليه واجبا قوميا ووطنيا، وإن رسالته تحتم عليه أن يثقف الأطفال في مصر. ينتمي عبد التواب يوسف لوطن ولمجتمع ولعقيدة ولقيم. ينتمي إلى أبيه فيكتب كان أبي معلما، حيث يتجلى حب ووفاء الابن لأبيه. يكتب عن الطفل القرية وعن الطفل العامل، وكان يرى أن أطفالنا قد ضاقوا ببساطة الريح وسندريلا وذات الرداء الأحمر، وإن عليه أن يكتب قصصا تنبع من البيئة المصرية ووثيقة الصلة بها. ويدعو عبد التواب يوسف إلى حب الوطن والانتماء إلى العروبة والإسلام، ويكتب من عن علماء العرب إنتاجا ثريا ومتنوعا، يتطرق إلى كل ما له علاقة بالطفل، ويتميز بالنقاط التالية. 1. تشتمل قصص عبد التواب يوسف على الأخلاقيات والمبادئ والسلوكيات الحسنة، وتزرع القيم التي تدعو إلى السماحة والتواضع والعدل والمساواة، وتبتعد عن العنف والقسوة. 2. تنمي ثقافة الطفل كما تنمي المهارات المعرفية والذهنية والتذوق الأدبي. 3. يهتم الكاتب بالجوانب العلمية ونقصد بها المعلومات والمفاهيم والحقائق والثقافة العامة. 4. تؤثر كتبه تأثيرا إيجابيا على سلوك الطفل وتصرفاته. كتاباته مرتبطة بالبيئة المصرية التي يعيش الطفل فيها. وقيمها وتتعلق كتبه باهتمامات الأطفال وميولهم. لهذا ولكل ما سبق، أوجه الدعوة إلى الاهتمام بترجمة كتب وقصص عبد التواب يوسف. وأنهي مداخلتي هذه بكلمة أخيرة لعبد التواب يوسف: لم يكن الطريق سهلا، ولا كان الطريق مفروشا بالورود، لكن المعاناة كانت دائما تهون أمام هدف كبير نعمل من أجله، نعني بذلك أن نثقف أعين الأطفال وآبائهم، وأن نفتحها على الحب والخير والجمال. شكرا. أنا بقى عايزة أستغل الفرصة دي بصراحة بما إني قعدت هنا، وعايزة أقول إن زي ما الدكتورة كارما قالت، الحقيقة كلنا اتربينا على إيدين عبد التواب يوسف، بس هي مش دي المشكلة. المشكلة إن عبد التواب يوسف هو اللي ممكن بيصنع الهوية المصرية، يعني هو ده معرض، هو ده موضوع محور المعرض السنة دي، الهوية المصرية.
والحقيقة لو ما كانش عبد التواب يوسف هو اللي بيدرس في مدارسنا، مين اللي هيدرس؟ يعني لازم الحقيقة لازم نكون بنعمل جهد أكتر شوية إن قصص عبد التواب يوسف تدرس في مدارسنا، مش كده وبس، والكتب التربوية اللي هو كاتبها دي لازم تدرس في كليات التربية اللي هي التربية الحديثة اللي احنا قاعدين فاكرين ان احنا مستوردينها من بره وعمالين نتكلم عليها زي ما يكون اختراع. عبد التواب يوسف اتكلم على الكلام ده من زمان. فيعني انا مش عارفه نوجه نداء ازاي لوزارة التربية والتعليم، يعني برجاء الانتباه للكنز اللي عندنا ده الذي يصنع الهوية المصرية الحقيقية لأطفالنا. وشكرا. شكرا دكتورة منى على تطوعك لقراءة مداخلة الأستاذة الدكتورة جراء مهنا التي بدأت فيها من النهاية. يعني لماذا لابد أن يترجم عبد التواب يوسف؟ أشكر حضرتك أيضا على هذا النداء وأضم صوتي إلى صوتك، لأن لدينا كنوز فعلا زي ما حضرتك قلتي، ويعني تطور الأمم يقاس بمدى اهتمام هذه الأمم بأدب الطفل. ولدينا الحمد لله الأدباء الكبار عبد التواب يوسف، كامل الكيلاني، محمد سعيد العريان وغيرهم. يعني ممكن يتبقى وقت للسادة الحضور. تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل تعريفك. تفضل جيبوا الميكروفون. عرف نفسك. ما تزعليش مني حضرتك، اديني فرصة أتكلم. أنا بشكر الدكتورة لبنى على تعبها وحضورها هنا، وهو رمز المعرض السنة دي، يعني والدها الله يرحمه. أنا عامل أربعة كرات أكبر، أربعة بس إن شاء الله هيبقوا خمسة إن شاء الله. أنا محتاج جدا 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 في الفترة دي ان احنا نفعل القصص بتاعة عبد التواب والد حضرتك رحمه الله. هنعملها اغنية لكل قصة زي الكرومبا دي، عجبتني قوي الكرومبا دي، وانا قاعد كده قعدت يعني مخي راح بعيد يعني. فهنعملها، وبعدين عندنا فرقة موسيقية كبيرة، وأنا عضو مجلس إدارة جمعية محب الموسيقار فريد الأطرش، وعندنا كل الإمكانيات اللي نقدر نعمل ده إن شاء الله. وعندنا مسرح الطفل ده صيفي وشتوي في حديقة الطفل الثقافية في السيدة زينب. فإحنا كلنا عندنا إمكانيات. أنا كنت عايز أقول بس كلمتين صغيرين مش أكتر من كده. الترجمة دكتورة بتلخبط الدنيا في العربي، بعد إذن حضرتك بالنسبة للطفل. أنا ده جربته عشان أعمل أغنية وأعملها بالإنجليش، بغير فيها حاجات كتيرة أوي عشان أوصل المعنى اللي إحنا عايزين نوصله للطفل. دي حاجة. الحاجة التانية إنه الجرامر والقواعد والنحو بتاعتنا عكس الجرامر بالمرة، الثقة تتبع الموثوق واللي انت عارف حضرتك كل الكلام ده. فأرجو التواصل مع حضرتك لأن أنا حفظتهم 1115 كتاب. شكرا جزيلا. شكرا. يعني 1115 أغنية دكتورة كوكب. هل في مداخلات أخرى من السادة الحضور؟ دكتورة أمل مصر اتفضلي. صباح الخير، بشكركم جميعا على ندوة جميلة، وبالتالي هو محتاج لأكثر من ندوة الحقيقة. أنا بقترح طبعا غير إنه يدرس في المدارس، عشان أنت عارفة التلاميذ بيحسوا إنه أي حاجة بتدرس بتبقى كأنها هم مغرمين عليها. لا، أنا عايزة إنها تتم بطريقة طبيعية. يعني ليه ما يكونش في برنامج للأطفال يا لبنى زي ما قلت لك من فترة، يبقى في برنامج أسبوعي، بحيث مثلا إيه كل أسبوع يبقى في مسابقة على قصة من القصص، وبعدين يبقى
الجايزة تبقى مثلا ثلاث أربع كتب، ومرة تانية يبقى في كاتب آخر، يعني أقصد مرة تبادلية كده، مرة الأستاذ عبد التواب ومرة مثلا كامل الكيلاني. ليه لأ؟ مكتبة الخضر إحنا عايزين نحبب الأطفال في القراءة العربية، عشان اللي إحنا فيه دلوقتي أنا بتكلم على مأساة انهيار اللغة العربية. في ناس كبار وأساتذة الجامعة ما بيعرفوش يكونوا جملة عربي سليم. فأنا يعني إحنا كده نضرب عصفورين بحجر، هنحبب الأطفال في القراءة العربية عن طريق المسابقات. بس دي اقتراح يعني أرجو يؤخذ بيه جديا يعني. شكرا. شكرا. أنا عندي اقتراح تفضل. معلش عشان انا وانا بسمع حضراتكم بتتكلموا جت لي فكره، وبعدين الدكتوره امال قالت حاجه انا عايزه اكمل عليها. هو دلوقتي احنا اطفالنا بتوع الكمبيوتر وبتوع الابس. الحقيقه انا شايفه ان احنا المفروض نبتدي نعمل قصص او حواديت عبد التواب يوسف انتراكتيف ديجيتاليزيشن للأطفال. ويعني أنا شايفة إن كده، وده يبقى جزء من البرنامج اللي بتكلم عليه دكتورة أمال، ويبقى برنامج كبير ومتكامل. وصحيح هيبقى أساسه زي احنا متفقين إن هو دوري يوسف، بس ممكن يتعمل فيه حاجات تانية، يتعمل فيه الأغاني اللي الأستاذ بيتكلم عليها، يبقى يتعمل تتحول لأفلام كرتونية، تتحول and so on. تعقيبا واستكمالا لكلام دكتوره مها، انا كنت عايزه برضو اقترح في نفس الاطار انه ممكن يبقى فيه دلوقتي فعلا يعني التكنولوجيا المرئيه اكتر جذبه للاطفال عن الكتاب. يمكن في تراجع الى حد ما شويه في قراءه الكتاب المكتوب. لو يبقى فيه مثلا في التلفزيون برنامج حدوته كل يوم نقدم فيها قصص استاذ عبد التواب، نقدم فيها كامل الكيلاني، ومنهم يعني من الرواد اللي أصلوا الواقع الثقافي العربي بحكايات الأطفال، ونقدمها بشكل جذاب بقى، مصاحبة برسوم، مصاحبة بتمثيل بغيره. لكن ده برنامج يبقى هادف جدا للأطفال، حدوته كل يوم. يعني يا ريت تبقى توصية للندوة نكتبها إن احنا بنخترق يبقى في برنامج حدوته كل يوم، ويقدم طبعا شغل الأستاذ عبد التواب. هو جدير، مش بس جديد بتقديم، هو الاكثر بزار. والله ما قلتش، انا اسف بالمقاطعه. ابلغ بديره يا اولاد يا اولاد تعالوا تعالوا. ايوه تمام، حاجه كده على نمط ابلغ بديره. احنا عايزين نرجع ده بالظبط. شكرا جزيلا. هو بالنسبه لما ذكرته الدكتوره مكارم، اذا عدنا الى كتابات عبد التواب يوسف، فهو كان مهموما بالطفل العربي، وفي كتاباته أشار إلى ضرورة أن يتكيف الأدب الموجه للطفل مع هذه الطفرة في التقدم التكنولوجي. حضرتك طلبت كلمة فضل. وحضرتك استكمالا، صوتي عالي حضرتك، استكمالا طبعا الفكرة دي بتلح على ذهني، على أنه النهاردة الأطفال لا يقرؤون، الكبار برضو لا يقرؤون، فهو النهارده السوشيال ميديا هي المسيطره على كل شيء بصراحه. فهو ازاي نجعل الاستاذ عبد التواب يوسف ده موجود في وسائل الاعلام المرئيه؟ ده مهم جدا بصراحه، ازاي ده يترجم في السوشيال ميديا. بس في تعقيب صغير للاستاذ العزيز، بانه هو قال انه عندما اقرا خيال الحقل اشعر بالغيره، عجبتني. لكن بعد كده قال والحسد، لا بلاش من الحسد، غيره بس. ايوه ايوه بس الغبطه. انا يعني هل نسيب اخرى من حضراتكم؟ طب جميل ان احنا يعني ايه بننتهي بالمشاعر الايجابيه الحمد لله، وبنتفق على قيمه وقامه الاستاذ عبد التواب يوسف، وبنكرر شكرنا طبعا للهيئه العامه للكتاب على اختيارها
لهذا الرائد الكبير شخصيا لهذا المعرض هذا العام. في الختام عبد الوهاب يوسف كان مؤسسة ثقافية قائمة بذاتها فعلا، وواجب علينا لان احنا هو اثر في تكويننا منذ طفولتنا، فواجب علينا احنا اساتذه جامعات وفنانين ومثقفين. عايزين ورشه عمل سريعه، ورشه عمل من توصيات هذه الندوه طبعا الاهتمام بالترجمه والاهتمام بالنصوص او الاعمال التفاعليه ومراعاه التطور في التكنولوجي ووسائل الاتصال التواصل الاجتماعي الى اخره. يعني لابد ان اصوات كتابنا المبدعين تكون حاضره في يعني في هذا الوقت، لان انا في امس الحاجه اليهم. اشكر حضراتكم واشكر طبعا زملائي في المنصه، وانا استفدت جدا واستمتعت، وشكرا لحضراتكم ان انتم تكبدتوا مشقه الحضور. شكرا جزيلا.